أيها الأمير، لقد أتيت إلى القاهرة خصيصا لكي أتعلم منك. الثائر الشيوعي تشي جيفارا 1960. إن هذا الرجل الذي ينادي باسمه أهل آسيا وأفريقيا والهند ويتغنون باسمه، إن هذا الرجل الذي يقاتل باسم الإسلام ويعيد إمارة المؤمنين والخلافة الإسلامية هو الخطر القادم على البلاد الأوروبية. السير كورتي عضو مجلس العموم البريطاني 1921. دخلت على هذا الأمير في خندق أمامي والطائرات الإسبانية والفرنسية تقذف المنطقة بحمم هائلة، فوجدته مبتسما مرحا مقبلا يضرب ببندقيته الطائرات، فتعجبت من هذه الظاهرة البشرية الفريدة. الصحفي الأمريكي فانسون شو 1926. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم، فضلا اشتركوا في القناة وقوموا بتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. لم يصدق عبد الرحمن عزام باشا أول أمين لجامعة الدول العربية عينيه وهو يقرأ تلك البرقية السرية التي وصلته من مجموعة المجاهدين العرب في اليمن في يوم من الأيام عام 1947. عاجل وسري للغاية. لقد نزلت بميناء عدن اليوم سفينة فرنسية تحمل على متنها شيخا أسيرا مكبلا بالسلاسل، يشتبه أن يكون هو ذلك البطل الإسلامي الأسطوري الذي اختفى منذ 20 عاما. والسفينة في طريقها الآن إلى فرنسا وستمر غدا بميناء بورسعيد المصري، لذا وجب التنبيه. وما أن فرغ عزام باشا من قراءة هذه البرقية حتى طلب على الفور مقابلة مستعجلة مع الملك فاروق لمناقشة أمر هذه البرقية الخطيرة التي وصلته للتو من مضيق باب المندب. فدار نقاش سري بين عزام باشا والملك فاروق في قصر إقامته، وما هي إلا لحظات حتى صدر قرار إلى الضباط المصريين في قناة السويس باعتراض طريق تلك السفينة الفرنسية وإحضار ذلك الشيخ الكبير إلى القصر الملكي في القاهرة للتأكد من هويته. وبعدها بأقل من 24 ساعة أحضر الضباط المصريون إلى الملك شيخا بلحية بيضاء كالثلج يمشي بخطوات ثابتة رغم بطئها، تبدو من بين قسمات وجهه الغائرة مظاهر العظمة والسمو لا تخفى على أحد. يلبس لباسا أبيضا في غاية البساطة، وتظهر على يديه وساقيه الهزيلتين علامات لسلاسل وأكلال وكأنها نحتت في جلده نحتا. فلما أصبح هذا الشيخ بين يدي الملك فاروق سأله ملك مصر عن هويته، فرفع الشيخ الكبير رأسه ونظر نحو الملك بعينين كعين الصقر الجارح، ثم قال بكل شموخ وثقة: أنا الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي. نبحر قليلا في التاريخ ونتحول إلى الغرب من القاهرة وبالتحديد إلى بلدة أغادير في الريف المغربي الإسلامي في عام 1301 هجرية و 1883 ميلادية. هناك يرزق شيخ قبيلة من قبائل الأمازيغ البربر يدعى الشيخ عبد الكريم الخطابي مولودا يسميه تبركا على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليقرر هذا الشيخ تربية ابنه تربية صالحة منذ نعومة أظافره. وفعلا قام بتعليمه اللغة العربية وتحفيظه القرآن بنفسه، ثم أرسله إلى جامعة القرويين في مدينة فاس ليتعلم هناك الحديث والفقه الإسلامي. وما هي إلا سنوات حتى أصبح محمد عبد الكريم الخطابي قاضي القضاة في مدينة مليلة المغربية وهو ما يزال في عمر الشباب. في هذا الوقت كانت ظروف المغرب الإسلامي أصعب من أن يتخيلها إنسان، فلقد أدركت الدول الاستخرابية أي الاستعمارية أن بلاد المغرب الإسلامي تعتبر بمثابة مصنع للأبطال عبر التاريخ، فمنها خرج مجاهد دولة المرابطين إلى الأندلس، ومنها أبحرت قوات دولة الموحدين إلى أوروبا، ومنها انطلقت كتائب النور الإسلامية أول مرة إلى أوروبا تحت قيادة طارق بن زياد. فقررت تلك الدول إنهاء هذا الخطر الإسلامي، فعقدت دول أوروبا مؤتمر الجزيرة الخضراء عام 1906 بمشاركة 12 دولة أوروبية، ولأول مرة في التاريخ يظهر اسم أمريكا
لتكسر بذلك الولايات المتحدة الأمريكية مبدأ مورنو، والذي ينص على عدم التدخل الأمريكي في السياسة الدولية. كل هذه الدول اجتمعت من أجل إنهاء هذا الكابوس الإسلامي المستمر إلى الأبد، فكان القرار النهائي لهذا المؤتمر تقسيم بلاد المغرب الإسلامي. العجيب أن تلك الدول لم تكتفي بتقسيم مملكة المغرب الإسلامي فحسب، بل قسمتها بطريقة خبيثة لم تعرفها شعوب الأرض من قبل، بحيث تضمن تفككها بشكل نهائي. فأخذت فرنسا القسم الجنوبي من مملكة المغرب موريتانيا، ثم أخذت إسبانيا القسم الذي يليه في الشمال الصحراء الغربية، ثم مرة أخرى فرنسا إلى الشمال من الصحراء وسط المغرب الحالي، ثم إسبانيا إلى الشمال أيضا في الساحل الشمالي للمغرب أي الريف المغربي. وبين هذا وذاك احتلت ألمانيا وبريطانيا مدنا هنا وأخرى هناك، وظن الجميع أنهم بذلك أنهوا الوجود الإسلامي في بلاد المغرب إلى الأبد، ولكن الشيخ عبد الكريم الخطابي وابنه محمد جزاهما الله كل الخير كان لهما رأيا آخر، فبدأ بتجميع القبائل المتناحرة على راية الإسلام الواحدة ومراسلة الخليفة العثماني في عاصمة الخلافة. عندها قتل الإسبان الشيخ المجاهد عبد الكريم الخطابي رحمه الله، وأسروا ابنه الشيخ محمد ووضعوه في أحد السجون في قمة جبل من جبال المغرب. وبطريقة أسطورية لا توصف استطاع البطل ابن البطل أن يصنع حبلا من قماش فراشه ليحرر به نفسه من نافذة السجن، ولكن الجبل ولسوء الحظ لم يكن بالطول الكافي ليصل بالخطابي من قمة الجبل إلى الأرض، ليقفز بطلنا من ارتفاع شاهق على الصخور الصماء لتنكسر بذلك ساقيه ويغمى عليه من شدة الصدمة قبل أن تكشف سلطات السجن أمره وتعيده إلى السجن مرة أخرى. وبعد حين من الأسر خرج الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي من السجن ليكون من رجال الريف المغربي جيشا من 3000 مقاتل فقط، مبتكرا بذلك فنا جديدا من فنون القتال العسكرية كان هو أول من استخدمه في تاريخ الحروب تحت اسم حرب العصابات. وقد استخدم كل ثوار العالم بعد ذلك هذا الفن العسكري القائم على فنون المباغته والكر والفر. ثم ابتكر الأمير محمد نظاما آخر في المقاومة، اعترف الزعيم الفيتنامي هوشمنة أنه اقتبس من الأمير الخطابي في قتال الفيتناميين للأمريكيين بعد ذلك بسنوات. هذا النظام هو نظام حفر الخنادق الممتدة تحت الأرض حتى ثكنات العدو، وبذلك استطاع هذا البطل الإسلامي تلقين الجيش الإسباني درسا جديدا في كل يوم من أيام القتال. ولما تضاعفت خسائر الإسبان في الريف الإسلامي قام ملك إسبانيا ألفونسو 13 بإرسال جيش كامل من مدريد تحت قيادة صديقه الجنرال سلفستري، والتقى الجمعان في معركة أنوال الخالدة، جيش إسباني منظم ومكون من 60,000 جندي مع طائراتهم ودباباتهم مقابل 3,000 مجاهد مسلم يحملون بنادق بدائية فقط. ولكن هذان خصمان اختصموا في ربهم، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى تقاتل في سبيل الأرض والصليب، فكان حقا على الله نصر المؤمنين. وفعلا انتصر 3,000 مجاهد تحت قيادة الأسطورة الخطابية على جيش كامل من 60,000 مقاتل صليبي، وقتل المسلمون 8,000 جندي إسباني وأسروا عشرات الآلاف من الغزاة، ولم يسلم من الهلاك والأسر إلا 600 جندي إسباني هربوا إلى إسبانيا كالكلاب الفزعة ليقصوا أهوال ما رأوا في الريف المغربي على ملكهم، ليؤسس الأمير الخطابي بعد ذلك إمارة الريف الإسلامية في شمال المغرب الإسلامي. وخلال 5 أعوام من إمارته قام الخطابي بتعليم الناس الدين الإسلامي الصحيح الخالي من الشعوذة والدروشة، ثم قام بإرسال البعثات العلمية لدول العالم وتوحيد صفوف القبائل المتناحرة تحت راية الإسلام. وكما هو المتوقع بعد كل صحوة إسلامية اجتمعت دول الصليب مرة أخرى، وهي التي لا تجتمع إلا في قتال المسلمين. بعد أن أحست بخطر الدولة الإسلامية الوليدة التي لو بقيت لغيرت مسار التاريخ، فكونوا تحالفا من 500,000 جندي أوروبي بدباباتهم وطائراتهم وبوارجهم الحربية ليحاربوا به 20,000 مجاهد فقط، فكانت المفاجأة الكبرى،
لقد انتصر المجاهدون تحت قيادة الأمير المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي في جميع الجولات التي خاضوها ضدهم، فأوقعوا الخسائر تلو الخسائر في صفوف الغزاة، ما اضطر جيوش أوروبا المتحالفة أن تشتري ذمام بعض شيوخ الطرق الصوفية المبتدعة، فقام هؤلاء الخونة بقتال الأمير الخطابي الذي كان يحارب من قبل بدع الصوفنة من الرقص والدروشة وإقامة الموالد التي لم ينزل الله بها من سلطان، فأصدروا فتوى تحريم القتال مع الخطابي قبل أن تقوم طائرات فرنسا وإسبانيا بإلقاء الأسلحة الكيميائية والغازات السامة على المدنيين، وذلك في نفس الوقت الذي حاصر فيه الأسطول الإنجليزي سواحل المغرب. فقتل الخطابي أمم الأرض مجتمعة من خونة وصليبيين، ولم يبق معه من المجاهدين إلا 200 مقاتل عاهدوا الله على الشهادة تحت قيادته، فقاتل أولئك النفر كالأسود حتى يأس الصليبيون من هزيمتهم، فلجأوا عندها إلى أسلوب قديم. لقد لجأ الصليبيون إلى طلب الصلح مع الأمير محمد مع إعطاء المسلمين الضمانات الموثقة على سلامة كل المجاهدين وإتاحة سبل العيش الكريم لأهل المغرب بكل حرية واستقلال. وكعادتهم نقض الصليبيون عهودهم فقاموا بخطف الأمير الأسطورة المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي ونفيه إلى جزيرة في مجاهل المحيط الهندي، ليس لسنة أو اثنتين بل لعشرين سنة متصلة قضاها هذا البطل في أسر دعاة حقوق الإنسان، في أسر من خرجوا للعالم بشعار الثورة الفرنسية حرية مساواة إخاء. فأي حرية تدعونها أيها المجرمون في حبس شيخ ضعيف مدة 20 سنة؟ وأي مساواة تتكلمون عنها وأنتم تقتلون نساء المسلمين وأطفالهم بغازاتكم السامة القذرة؟ وأي إخاء تسخرون به من عقول المغفلين بحضاراتكم القائمة على دماء الضعفاء من البشر؟ فإن كان قتلكم للضعفاء من بني البشر حضارة، فسحقا إذا لكم ولحضارتكم تلك. وكانت هذه بعض سطور من ملحمة إسلامية خالدة هي غاية في البطولة لقائد إسلامي عظيم ضحى بزهرة شبابه لرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما يحزن في النفس ويدمي الفؤاد أن معظم شبابنا ما سمعوا باسمه قط، على الرغم من أن كثيرا منهم متيمون بأبطال لم يحاربوا إلا من أجل مصالح دنيوية ومبادئ شيوعية. فلو علم شبابنا ممن يعلقون صور الثائر الشيوعي شي جيفارا أنه أتى للقاهرة ليتعلم من بطل الإسلام الأسطوري محمد بن عبد الكريم الخطابي، لتغير رأي شبابنا في تاريخهم الذي نسوه أو أنسوه. فصاحبنا هذا لم يكن صحابيا، بل لم يكن عربيا البتة. هذه المعلومات تم اقتباسها من كتاب 100 من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ للكاتب جهاد الترباني. عزيزي المشاهد، أترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك وأخبرنا برأيك في التعليقات. شكرا لكم على حسن المتابعة. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا.